لو الحكاية فيها إن فيجو. أسعار الفاكهة عاملة إيه؟ العنب من 8 ل 10، عنب أحمر طبعا خلص، في كرنس اللبناني ب 10 جنيه برضه اللي هو الحبات الكبيرة ده، وفي البلاطة 8 جنيه وب 10 جنيه، في مانجا ب 10 لحد 30 جنيه. المانجا العويسي بكام والسكري وال العويسي ب 30 والفتية ب 10 اللهم صل على النبي. السكري السكري ب 15 والفلفل ب 20 والتفاح ب 20 و 15 ده المستورد؟ المستورد اللي هو السكري والاحمر والامريكاني. الاحمر والاصفر الاحمر بكام والاصفر بكام؟ الاصفر 15 والاحمر الامريكاني بيعمل 20 25 اللي هو السكري برضه في نوع فاتح صغير 15 برضه ب 17 ب 20 والتفاح البلدي البلدي ب 10 والجوافه جوافة ب 10 وب 8 والكمثرى الكمثرى برضو ب 8 وفي ب 10 والرمان والرمان ب 5 والبرقوق برقوق ب 20 والموز والموز 10 و 12 وفي مستورد اللي هو ب 20 و 18 كل حاجة مبقالها ساعة. والكنتالوب بكام؟ الكنتالوب ب 5 و 6 والبطيخ البطيخ كيلو ب 5 5. طب في اقبال دلوقتي على الفاكهه واحنا خلاص فاضل الاسبوع؟ والله يعتبر اللي ماشي العنب والتفاح يعني الحاجات اللي هي المنادي برضه شغاله التخفيض الناس بتاخد برضه اللي هي ام 10 جنيه دي حلوه بالنسبه للزبون ب 10 جنيه حلوه ام 30 ده بقى مش كل الناس اللي بتاخدها بصراحه يعني الزبون اللي بيبقى محتاجها هو اللي بياخدها.